السلام عليكم أحبتي في درس من دروس المبرمجة عن بعد مكون التزكية. عنوان درسنا: الله يعطيني، المعطي، المانع، المستوى الثاني، ابتدائي. سنتعرف على أهداف هذا الدرس. الهدف الأول: أداوم الحمد والشكر على عطاء الله تعالى. الهدف الثاني: أتمكن من توظيف مكتسبات المتعلقة بأسماء الله الحسنى تعظيما وإجلالا. سنبدأ حصتنا بأول فقرة: أقرأ وأفهم. المتواجدة بالكراسة الصفحة 76. سأقرأ الوضعية، انتبهوا معي جيدا. شاهدت تتريتو مع أسرتها برنامجا علميا حول بعض مخلوقات الله تعالى، فسألت أباها: ماذا كنت تقول أثناء مشاهدتك البرنامج؟ قال الأب: كنت أسبح الله العظيم الجليل كلما رأيت مشهدا رائعا لمخلوقات الله. قال إدار: الله وحده وخالق كل شيء. وتابعت الأم: نعم يا إدار، الله هو الخالق الحافظ الرزاق المعطي المانع. واصلت تتريتو: صحيح يا أمي، لقد تعلمنا في المدرسة أن الله واسع العطاء. فقال الأب: من خلال ما شاهدنا والحوار الذي دار بيننا، من يذكرنا ببعض أسماء الله الحسنى. الآن بعد قراءتنا للوضعية سنجيب على أسئلة الفهم المتواجدة كذلك بالكراسة الصفحة 76. السؤال الأول: أذكر بعض مخلوقات الله تعالى. نعم، بعض مخلوقات الله تعالى: الإنسان، الحيوان، النبات إلى غير ذلك. السؤال الموالي: أذكر بعض النعم التي أعطاني الله تعالى. نعم، أنعم الله تعالى علي بنعمة البصر، نعمة السمع، نعمة الماء إلى آخره، مجموعة من النعم أعطاني الله تعالى إياها. السؤال الموالي: من هو المعطي المانع؟ نعم، أحسنتم، المعطي المانع هو الله عز وجل. إذن كيف أشكر الله على عطائه؟ نعم، أشكر الله على عطائه بالشكر والثناء. انتبهوا معي جيدا صغاري. من أعطاني عينين، لسانا، أذنين، رجلين، يدين، شفتين، الهواء، الماء، الأرض الفسيحة، الغذاء إلى آخره؟ من أعطاني هذه الأشياء؟ نعم، الله عز وجل هو الذي أعطاني هذه الأشياء. قال الله تعالى في كتابه العزيز: قال ربنا الذي أعطى كل شيء خلقه ثم هدى، سورة طه الآية 49. وقال أيضا: ألم نجعل له عينين ولسانا وشفتين وهديناه النجدين، سورة البلد الآيات من 8 إلى 10. بمعنى أن الله سبحانه وتعالى أعطاني عينين ولسانا وشفتين وسمعا وشما ويدين ورجلين، ووهبني الماء والهواء والغذاء والظلماء والضياء، ومنع عني كل ما يضرني، فحمدا له وشكرا. والآن صغاري، المطلوب منكم أن تكتبوا الملخص في دفتر الملخصات. سأقرأ الملخص: إن الله هو المعطي المانع الذي يستحق الشكر والثناء. سأعيد قراءته مرة أخرى: إن الله هو المعطي المانع الذي يستحق
يستحق الشكر والثناء. ما معنى المعطي المانع؟ الله تعالى المعطي أعطاني ما ينفعني ما يحييني. المانع ماذا منع عني؟ منع ما يضرني في آخرتي، ما يضرني في دنياي. المطلوب منكم صغاري أن تقوموا بكتابة هذا الملخص كما قلت لكم في دفتر الملخصات، وتنجزوا أسئلة الحصة الثانية المتواجدة بالكراسة الصفحة 76. ودمتم في رعاية الله وحفظه. إلى حصة قادمة بإذن الله.